الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من نصيحة توجهها للشباب الذين ظاهرهم الصلاح وأصبح أكبر همهم العمل في المباحات والمبالغة فيها، ومن ضمنها التطعيس وما فيه من محظورات مثل تأخير صلاة المغرب عن وقتها والإسراف في ترهيم السيارات وعدم اختيارهم للصاحب الذي يعينهم على طاعة الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن فعل المباح، أن ترك المباح ليس شرطا في النجاة، ولكنه لا ينبغي أن يكون عليه أحوال أهل الكمالات ممن عرفوا الله عز وجل وعرفوا طريقه وقرأوا كتابه وصار عندهم من العلم الشرعي بالله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته ما يوجب عليهم أن يستغلوا لحظات عمرهم. فهؤلاء عندهم من المعرفة والعلم بالله وبحقارة هذه الدنيا ما ليس عند غيرهم، فلا ينبغي أن تكون تصرفاتهم كتصرفات الجهلة ممن لا يعرفون الله حق معرفته، وممن لا يعرفون حقارة هذه الدنيا وأنها دنيا زائلة وفانية. فإذا كان من يعلم يتصرف كتصرف من لا يعلم، إذن كيف يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهؤلاء الذين سميتهم بالصالحين أكيد إن عندهم من القرآن ما ليس عند غيرهم، أكيد أن عندهم من السنة ما ليس عند غيرهم، وأكيد أيضا أن عندهم من المعرفة بالله عز وجل وبموعوده وبجنته وناره ما ليس عند غيرهم. فلماذا لا يظهر هذا العلم على آثار سلوكياتهم وتصرفاتهم وأفعالهم؟ ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن كل علم لا يظهر على التصرفات والأفعال، يعني لا يطبقه الإنسان، فهو حجة عليه لا له. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ومن المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه فهو حجة عليه، فكونهم يعلمون بالله، فكونهم يعلمون من الله عز وجل ما لا يعلمه غيرهم، إذن الله عز وجل يطالبهم بأمور لا يطالب بها غيرهم ممن يجهل حقيقة الأمر. فلا ينبغي للصالحين ولا لأهل الاستقامة أن يروا في مثل هذه المواضع التي هي مبنية على الغفلات وتضيع الصلوات واللهو والفحش والحوادث واختلاط الحابل بالنابل. لا ينبغي أن يرى الناس الصالحين في مثل هذه المواضع، لأن هذه مواضع ليست هي أماكن لهم، إنما ما أماكن الصالحين بيوت الله عز وجل والمحاضرات والندوات والدروس الشرعية ورحلات الدعوة والنزهات الطيبة والكلمات والدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما مثل هذه الأماكن لا ينبغي أن يرى فيها الصالحون، هذا عيب عظيم، هذا عيب كبير جدا، يدل على جهل كبير في نفوس هؤلاء بالله عز وجل، ودليل على أنهم قد عطلوا العمل بالعلم. فعليهم أن يتداركوا أنفسهم بالصلاح والإصلاح، وعليهم أن يتركوا مثل هذه الأفعال الصبيانية الجاهلية التي لا يفعلها إلا الجهال أو الصبيان ممن لم يعرف حقارة هذه الدنيا. أما أهل الصلاح، أهل القرآن، أهل المكتبات، أهل الاستقامة، أهل المراكز الصيفية، لا ينبغي أن يروا في مثل هذه المواضع، ولا أن تشغلهم سياراتهم، ولا أن تملأ أوقاتهم أشياء تافهة وفارغة. عليهم أن يتذكروا أن هذه الأوقات محط للسؤال عند الله عز وجل يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله أيها الصالحون بالابتعاد عن مثل هذه المواطن، مواطن الغفلات، مواطن الفساق، مواطن اختلاط الرجال بالنساء، مواطن أو المظاهر التي لا ينبغي أن يكون عليها الصالحون. لا أقول إن هذا من باب الواجبات المتحتمات أن يحرم الإنسان نفسه من هذه المتع، لا، ولكن أقول ليست تليق بأهل الكمالات وأهل المعرفة بالله عز وجل، والله أعلم.